نرحب بكم جميعا هنا في مكتشفة السيارة العمالة الثانية الوشاطية. نرحب بكم كل باسم دي وصفته. وفي المقدمة طبعا نرحب بالدكتور هاني بنا الأستاذ، طبعا إحدى رواد العمل الإنساني والإغاثي على مستوى المنطقة وحتى وأكثر من كذلك. نرحب به بين إخوانه بين أهله هنا في اليمن هنا في عدن. طبعا نأمل أنه مثل هذا اللقاء يكون ذات مخرجات وجدوى تسهم إسهام كبير وإسهام إيجابي في الدفع بعجلة، يعني عجلة منظمات المجتمع المدني. نعرف أن اليوم الوضع الذي نعانيه كلنا من غياب هشاشة ربما نظام الدولة، يعني الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد، يجعل من المحتم أن اليوم هذه المنظمات هي أن توجد وتصبح هي البديل الملائم. كثير ربما نلمس، يعني كلنا موجودين في منظمات ومنظمات رائدة ما شاء الله، نجد ربما نلمس هذا في نطاق تعاملنا اليومي، في نطاق ممارساتنا اليومية. الكثير يعول علينا في ظل يعني هشاشة كيان الدولة القائم حاليا. لابد اليوم أن نثبت ذواتنا ونثبت أنفسنا ونثبت كيان هذه المنظمات أنها منظمات قادرة على تغطية الفجوات والجابس اللي حاصل اليوم. نعول أنه مثل هذا اللقاء سيسهم إسهام إيجابي في الارتقاء بعجلة، ارتقاء بالعمل. سنستفيد كثير من الدكتور هاني. نرحب به مرة أخرى والسلام عليكم إن شاء الله. ونبتدى يعني السلام عليكم. طبعا يسعدنا وجودنا يعني معكم اليوم. بعد طبعا احنا عملنا جوله مع الدكتور هاني والرفي المرافق له في صنعاء وحديده، كانت 3 أيام اللي فاتت. والدكتور هاني بنا طبعا ابى الا ان ياتي الى عدن رغم الصعوبات والحاجات اللي صارت له، يعني كان في يعني لا يرد له ان ياتي الى زياره عدن، لكن الدكتور قصر. كما كنا تعبانين، كنا جايين من حديده امس واصلين من صنعاء يمكن الساعه 5 او 6. الدكتور قال خلاص الان نتحرك الى عدن، ومن باك الى عدن ان شاء الله يتحركون ويطلع على الواقع الانساني ويشوف متطلبات عدن ايش اللي يوجه نداءات الانسانيه، يشوف اذا في اي تعاون ان شاء الله مع المنظمات المجتمع المدني. وانا يعني نتمنى نقول شراكات، وفيش حد اللي يقول انه يقدر يغطي اليمن كامله، يعني يكون انسان مو متقدم شقادر يعني. وبالتالي نتمنى يعني التعاون بالتكاتف بالتنظيم، فنقدر نحن نلتقي يعني في الواقع الراهن الى وقت افضل شوي. وشكرا ان شاء الله. طبعا زي ما قال اخونا عبد الرحمن، يعني احنا لو حبينا نزور كل اليمن الفترة البسيطة دي نقدرش نزور كل المحافظات، وعدم بالنسبة لنا جدا مهمة جدا للتكوين المجتمعي لليمن. نحن نتكلم عن اليمن كوطن، اليمن كشعب، اليمن كثقافة، اليمن كتاريخ، اليمن كمجتمع مدني، اليمن كأزمة إنسانية، اليمن كأزمة إنسانية. يعني في الأربع أيام اللي فاتوا كانت صنعاء تعز ركزت تماما على امرين. الامر الاول التصدي جدا جدا واعلامي قوي جدا جدا، واليوم الحمد لله الاغاثه الاسلاميه اللي هو اسلامك بليف رصدت $500,000، والهيومن ابيل رصدت $150,000، ويعملوا امتداد لمراكز الايواء للمصابين بالاسهال علشان تشخيص حالات بتاعت مرض الكوليرا كيوم. لان اصبح نزوح اهالي المحافظات اللي حوالين صنعاء الى مستشفى 70 علشان يعالجوا هذا المرض. وعلى حسب تقرير منظمه الصحه العالميه مات 25 مشخصين بالكوليرا حتى في حديده امس قالوا عندنا 6 حالات ايضا شخصوا كمرض الكوليرا. يعني بنتكلم احنا عن مئات الحالات اللي شخصت حوالين صنعاء، ولذلك كان التركيز الاول بالنسبه لنا ان في شيء خطير جدا قد يحدث في اليمن لابد ان نتكاتف من اجل ايقافه. الامر الثاني عملنا ورشتنا عمل في صنعاء. ماذا نعمل سويا؟
ماذا نعمل سويا، وانتم هتكون اللقاء ده استكمالا لما عملناه مع المنتدى الانساني في صنعاء، واستخرجنا ثلاث مخرجات اساسيه. نعمل سويا اللي هو عمل حمله مناصره للقضيه الانسانيه لليمن، حمله مناصره دوليه للقضيه الانسانيه لليمن، بتتضمن عمل بيان صحفي، بتتضمن عمل فيلم عن اليمن، وتتضمن عمل بحث عشان نعرف فعلا اللي هو الارقام الحقيقيه لمعاناه. ما تبقاش مجرد واحد بيتكلم في خطبه الجمعه او في محاضره او كذا من مخه، لا. فخرجنا من لقاء يوم الثلاثاء ثلاث مقر المنتدى في صنعاء، واللي هو بيان صحفي. معنى بيان صحفي يعني ايه؟ يعني كلنا هنشارك فيه، كلنا هنمضي عليه، وكلنا هنفعله، وكلنا هننشره. بيان صحفي مش معناه ان احنا نطلع بيان صحفي كل واحد يروح ينام في بيته، لا. من المعازرين لكي يحشد اكبر عدد من الجمعيات على الحاله الانسانيه في اليمن. ها؟ ولو كان البيان الصحفي دي هاشتاج، فكل جمعيه من جمعياتنا تسعى الى خلاص. شوف شوف انت بقى الحركات بتاعتك. تسعى اصل انا مع التلفزيون ومعانا التلفزيون معانا الجزيره هنا النهارده. تسعى الى ايه؟ تسعى الى نشر الهاشتاج لالاف من المؤازرين. والا ما فيش بيان صحفي عندك. دي نمره واحد. نمره اثنين، فيلم صغير عن المعاناه في اليمن، انا بتكلم عن اليمن ككل. اليمن ككل. والفيلم ده يعبر عن الحاله الانسانيه في اليمن. تشترك في اكبر عدد من الجمعيات اللي موجوده في اليمن. والثالث اللي هو عمل الانسانيه في اليمن. مش واحد يقول عندنا 5 مليون، واحد يقول عندنا 4 مليون، واحد 3 مليون، واحد يقول مش عارف ايه، لا. عايزين ارقام حقيقيه، لان الدول والحكومات والمؤسسات الدوليه تؤمن بالابحاث والارقام الحقيقيه. فاذا اخرجنا بيان صحفي لابد ان يكون خلفيته في ارقام حقيقيه. في ثلاث جانب كونت في المنتدى الانساني ممكن نوصلكم بيها، لجنه البيان الصحفي، لجنه الفيلم، ولجنه اللي هو الابحاث. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن عن طريق الايميل بتاعنا نديه لكم في، وتتواصلوا مع الثلاث لجان دي اللي حصلت. عملنا اليوم مش بنتكلم عن عدد او مش بنتكلم عن الجنوب فقط، يعني بنتكلم عن اليمن ككل. لكلنا لابد ان نتضامن علشان التصدي للمشكله الانسانيه للشعب اليمني، والتي على حسب تقارير الامم المتحده قد تصيب ما لا يقل عن 20 مليون نسمه. ال 20 مليون نسمه دول ولا هيكفيهم المليار اللي انت شفتيه في جنيف، ولا 2 مليار، ولا 5 مليار، ولا 10 مليار. لكن هيكفيها تآزرنا وبناء الشراكات بيننا وبين بعضنا. كان بيشتكي ان مفيش تنسيق اللي هو الاستاذ جمال. ودي حاجه من الحاجات اللي احنا لو في لجنه عليا للتنسيق يبقى احنا ندعم هذه اللجنه، ندعمها ماديا، ندعمها بتاهيل الموظفين ليها، حتى بعض الاحيان نديها المعلومات الى اخره الى اخره. لابد يعني ارجع اقول الكلمه دي انا قلتها في 50 حته، ان التنسيق وبناء الشراكات اصبح من المعلوم بالدين بالضروره. المعلوم من الدين بالضروره. ما فيش حد يصلي من غير ما ايه؟ ما يكبر، لا، ممكن تصلي متيمم. صح؟ لكن تكبيره الاحرام هي دخول في الصلاه. تقدر تبقى مسلم مش غير اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. يبقى التشبيك هو الشهاده. وصلنا لمرحله ان في عشرات الملايين من العرب والمسلمين في منطقه واحده، ما بين مهجر وما بين نازح. وبين مشرد. ثلاث كاتيجوري. ديسبليس، وريفيوجي، وفي نفس الوقت اصبح ديستيتيوت كمان، يعني الشريط ده كمان اصبح فرق. وانت بتتكلم عن في اليمن في 20 مليون محتاج، كاصلاح ولا كصالح ولا كمش عارف مؤتمن ولا كذا، حتى الجمعيات اللي موجوده هنا. قولوا ايه؟ مؤسسات طبيه ولا مين اللي مستضيفنا هنا؟ استجابه. انت جيت منين انت؟
مع الأمم المتحدة زي بنسق مع المؤسسات الدولية، هو ميزانياته بالمليارات.